اول حاجه عايز اتكلم عليها ازاي بنظبط اللي اوت بتاعتنا. يعني انا ممكن واحد مش عايز البريفيو ويندو كليك على الهامبرجر بوتون وهروح لكلوز وهنا كلوز برضو هنا وهكذا. طب انا عايز الافكتس بانل دي تجي لي تبقى واخده من فوق لتحت، تمام؟ لو مسكتها من هنا كده من اي حته، لو مش عايز يجي ايوه اهي تمام كده اهي تمام، هو تقريبا عشان فيها الزرار ده فانا كده كده مش عايز لايبراري اصلا. كلوز بانيل بس جت اهي تمام. اسحب بقى هنا احطها هنا اخدها، شوف انا خدتها قوي هنا كده كده بقت بالمنظر ده وهكذا. انقل اي بانيل من مكان ما انت عايز لمكان ما انت عايز. طيب انت كده تمام، لقيت نفسك عجنت وبتدي تحت ودي فوق، الدنيا باظت منك. هتروح لويندو ورك سبيس، طبعا عندك هنا ورك سبيسز كتير جدا، نفس قصه سينما 4D، سيف از نيو ورك سبيس وتسيفها بالاسم اللي انت عايزه، لكن انا عايز ارجع دي للديفولت بتاعها. هتقول له ريسيت ستاندرد بس، ده بالنسبه لو اللي اوت باظت منك. اول حاجه عايز اقولها اللي تحت ده البعبع يعني ده اللي احنا هنشتغل عليه طول الوقت، اللي هو بنسميه التايم لاين. التايم لاين ده كل حاجتنا هتبقى فيه، اي حاجه هنا هتنزل هنا، اللي بينزل هنا بيتعرض هنا. هنا ده بنسميه الكومبوزيشن بريفيو ويندو. يبقى دي الكومبوزيشن بريفيو ويندو بتفرق عن ما لو ضغطنا دبل كليك وفتحنا هنا. خلي بالك هنا دي اتفتحت، دي ليها حاجتين دلوقتي، دي كده اسمها اللاير بريفيو ويندو، اما دي اسمها الكومبوزيشن بريفيو ويندو. فانت بتشتغل على دي، اما دي انت بتعاين بس فيها اللاير. وعلى فكره برضو لو ضغطت دبل كليك على اللاير هنا هتتفتح لك برضو في بريفيو ويندو او في فيور جديد بنسميه فيور. اما هنا ازاي ابدا اشتغل؟ اولا انا ببدا اشتغل هنا عن طريق ان انا اما اسحب من هنا حاجه لهنا او ان انا اعمل لاير جديده. زي فوتوشوب، انت لما بتفتح فايل فوتوشوب هتبدا تشتغل عليه ازاي؟ بتعمل نيو لاير. نفس القصه هنا، بتعمل نيو بس ما اسمهاش لاير، اسمها سوليد. تمام؟ يبقى طب منين بعمل نيو سوليد؟ اما نضغط هنا رايت كليك، مفيش اصلا كومبوزيشن. طيب هروح للاير نيو، طب ليه مفيش؟ يعني هو ليه مش مديني نيو اصلا؟ اقول لك ليه. انت في فوتوشوب لما بتيجي تشتغل قبل ما تضيف لاير بتعمل ايه؟ بتعمل نيو دوكيومنت، مظبوط؟ وفي ملف الفوتوشوب الواحد ممكن تعمل دوكيومنت واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وتاخد من ده تحط في ده، مظبوط كده؟ افتر نفس الموضوع، بس بدل نيو دوكيومنت بتبقى نيو كومبوزيشن. خلاص؟ اذا عشان نشتغل بنبدا نعمل كومبوزيشن جديده او بنسميها كومب. انت ممكن تلاقيني بقول لك كومبايه، كومب، مش كده، هي اختصار لكومبوزيشن. طب عشان نعمل كومبوزيشن هقوم رايح من فوق خالص من قائمه كومبوزيشن واقول له نيو كومبوزيشن او كنترول ان. لو لاحظت كنترول ان في اي برنامج نيو بروجكت، افتر افكت هو اصلا فاتح لك بروجكت، بس البروجكت بيبقى جواه كومبوزيشنز. فهقول له كومبوزيشن نيو كومبوزيشن، واجي هنا بقى، هنا كومبوزيشن نيم وليكن هنسميها المين كومب. البريسيت يعني ايه؟ انت هتشتغل على كام في كام؟ في العادي احنا هنشتغل على اتش دي تي في اللي هو 720. يعني ايه 720؟ يعني 1280 في 720. في عملاء بيشتغلوا على 1080، ال 1080 ده اللي هو بنسميه الفول اتش دي، اللي هو حاجه زي ده اتش دي في. خلي بالك بقى اتش دي في غير اتش دي تي في، دايما هنشتغل على اللي فيها اتش دي تي في، وهقول لي دلوقتي.
فدي 1920 في 1000 طبعا ده اكسبنسيف جدا في الريندرنج وفي الشغل، لان بتشتغل على مساحه كبيره قوي. بالظبط كده زي كانك عامل فايل فوتوشوب ولا فايل الستريتور، بدل ما انت عامله 800 في 600 تمام قمت عامله 4000 في 2000 تمام. هروح هنا واقوم جاي رايح على اتش دي تي في واقوم مختاره. انا بقى زي ما قلت لكم عايز اشتغل على مقاس حلو، شكله حلو، مديني صوره حلوه، وفي نفس الوقت انا بتعلم، يعني مش هروح مش هطلع البروجكت واروح ابيعه او بسلمه العميل. انا طالما انا بعمل براكتس حتى والله لو جهازك قوي، النبي لو انت شغال على ايه، لو على ريندر فارم ما تجهدش نفسك تمام، ما تجهدش نفسك وانت بتشتغل، انت بتتعلم. فرق بين ان انت في الليرنينج تمام وانك في برودكشن. في برودكشن دي انت بتشتغل وتسلم العميل، اما في الليرنينج انت بتتعلم بتطبق. ليه اشقي نفسي واحط يعني واتعامل كاني خلاص بقى يعني طب ليه؟ تعالى هنا يا سيدي، ولو انت شغال حتى 3D اشتغل كده الويتس والهايت، بدل ما دي 1280 خليها 960، الهايت 540. هتقول لي اشمعنا دول؟ هقول لك طب ما بص كده، لو خدنا اتش دي تي في كام؟ هتقول لي ايه ده انت مش لسه قايل يا عم ما نشتغلش على البتاع ده، ولا انت بتشتغلنا، ولا انت ظروفك ايه؟ لا مش بشتغلك، بس تعالى كده بص كليك وتعالى هنا على 2. هتقول لي ايه ده، هو افطر ينفع اشتغل فيه مسائل حساب؟ تحس انك بتقول طفل في ابتدائي. ينفع تشتغل فيه 1920 على 2. بص كده فيها كام، 1080 على 2 فيها كام؟ يبقى انت كده شغال على ايه؟ على هاف، مش هاف اتش دي كمان، ده انت شغال على هاف الفول اتش دي تمام؟ ولا هتحس الفرق بينه وبين الاتش دي. بس طبعا ده ما ينفعش اسلمه، ده ينفع اسلمه بريفيو لعميل، لكن ما ينفعش اسلمه برودكشن لعميل تمام؟ بعد كده حاجه اسمها البيكسل اسبيكت ريشيو، مش عايز اخوض فيها كتير تمام؟ لكن احنا دايما هنشتغل على السكوير بيكسلز. طب اشمعنى السكوير بيكسلز؟ لان السكوير بيكسلز بتضمن لي اولا صوره الوانها شارب جدا، ما عنديش ديستورشن، يعني ما عنديش تشوهات في الديزاين بتاعي. مثلا زي ما تيجي تتفرج على ماتش كده يكون التلفزيون الحكومي نقله خلاص، وبتتفرج عليه في كافيه مثلا بس على شاشه اللي هي المستطيله اللي هي بنسميها الوايد سكرين، هتلاقي اللعيب لو بتتفرج على الماتش يعني هتلاقي اللعيب بالظبط هو والكره حاجه واحده، تحس ان هم بيتدحرجوا ورا بعض، بتلاقي اللعيب اسر وتخن تمام. فهو ده مشكله البيكسلز او البيكسل اسبيكت ريشيو، بنسميها البار تمام. برضو ما فهمناش يا باشمهندس انت عايز تقصد ايه يعني، او هو ليه بيحصل ده؟ لان التلفزيون عندك بيبعت الصوره بنظام البال، نظام البال البكسلايه بتاعته بيضاويه ما هياش مربعه، يعني البكسل بيضاوي مش مربع. فعلشان كده طول ما هي شغاله على التلفزيون الصوره زي الفل. تعالى بقى شوفها على 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 حاجه وايد سكرين. طب اللي هيحصل وايد سكرين يعني معنى كده مستطيله، يعني عشان الصوره تبقى مظبوطه المفروض البكسليه هتتمط. لما البكسليه بتتمط والبكسليه بيضاويه ايه اللي بيحصل؟ بتتخن وتقصر والصوره بتبهت. ليه؟ لان البكسليه البيضاويه دي الايدجز بتاعتها فيها فيزر، هو ده اللي بيخلي الصوره تبهت وبيخلي اللعيب يتدحرج ورا الكوره. اما السكوير بيكسلز البكسلايه مربعه، الحواف بتاعتها شارب، يعني معنى كده الصوره عمرها ما تبهت. لما بتكبر او تتمط بتتمط في الاتجاهين، في الاربع اتجاهات، فوق تحت ويمين وشمال تمام. هتقولي يعني معناها ما بتبكسلش خالص؟ لا بتبكسل، بس بعد نسبة أكبر بكتير جدا من ال النون سكوير بيكسلز. بعد كده هنيجي هنا على الستارت فريم، أنت عايز تبدأ من فريم كام؟ أكيد من فريم زيرو. الديوريشن يعني كام فريم؟ بصوا كده هنا الديوريشن طالع بالفريمات، افرض أنا هنا عايز أطلعه بالثواني، يعني أنا مثلا هشتغل على وليكن مجازا 30 فريم في الثانية. يعني الثانية الواحدة فيها 30 فريم. عشان كده
احنا في مجتمعنا مجتمع الديزاينرجية تمام، الثانية عندنا كتير قوي على فكرة كتير، يعني كتير لما حد بيقول قدامك ثانية دي انت بتحس انه بيقول سنة، هو عنده ثانية دي يعني ايه كده، انت عندك الثانية 30 فريم كتير خلاص. فانا هنا هشتغل على 30 فريم، لو انا مثلا عايز حاجة 10 ثواني اذا انا هحط هنا 300 فريم وهكذا. لو انت هي الحزمة مش صعبة يعني، بس لو انت حابب تريح نفسك اقول لك تريح نفسك مني. المهم خلصنا اوكي، عملنا كومبوزيشن جديدة. تلاحظ بقى ان الكومبوزيشن نزلت لك وسط البتاع اللي انت عامله، فاحنا نعمل فولدر، بس الفولدر ده تعالوا نديله رمز، يعني مثلا اديله كام استريك كده واكتب جنبه مين كومبس، يعني الكومبوزيشنز الرئيسيه في الديزاين. طبعا ان هيبقى فيه كومبوزيشنز فرعيه، يا نهار ازرق، اعاده التسميه بانتر، هدي 2 استريك مين كومبس كده مثلا، خد الكومبايه دي حطها تمام. لما عملنا المين كومب ظهر عندي هنا الكومبوزيشن فيور. طب انا عايز اعمل زوم بالبكره، عايز اقول له من هنا فيت اب تو 100 عشان يظبط لي هو الزوم الى حد ما ب 100% خلاص. بعد كده عندي تحت التايم لاين 12، طبعا عايز اكبر اصغر مفيش مشكله، التايم لاين 12. بص كده عندك ده بنسميه التايم كود، يعني اسلوب عرض الوقت. لو انا كده يبقى انا بالفريمات، يعني لو مسكت دي بنسميها اللي انا ماسكها دي بنسميها السي تي اي، على فكره البتاع اللي عمال يظهر ده بسبب برنامج التسجيل فمش هيظهر عندك تمام. دي بنسميها السي تي اي، يعني كارنت تايم انديكيتور. ممكن تلاقيني بقول لك وانا بجاوبك شوف السي تي اي عندك واقف فين تمام، او شوف التايم انديكيتور عندك واقف فين، مش هقول لك ايه بقى، شوف ابره الزمن عندك واقفه فين. المهم كده بص كده انت ماشي بالفريمز. على فكره طريقه العرض بتاع الوقت دي هنا بالطريقه دي بتاعت الفريمات احسن، لكن وانت بتعمل كومب طريقه الثواني احسن. طب اجيبها منين؟ كنترول كليك قلبها كده بقت ثواني. طبعا رخمه قوي وانت شغال هنا، انت هنا بتشتغل بالفريم، انت بتعمل انيميشن بالفريم مش بالثانيه تمام، بالفريم. فهنا هقعد انشن بقى، يعني اللي هو كده انا هنا 10 فريمات اهم تمام، بعد كده انت لغايه الثانيه انت حلو قوي، بعد ما تعدي الثانيه هتقعد تحسب بقى تمام. فليه؟ بص كده لو جينا هنا ضغطنا كومبوزيشن سيتنج رجع بالثواني تمام. فبس بقى يعني زي ما تحب بقى، كنترول كليك ارجعها فريمات مره ثانيه. طب ده كده الدنيا ظريفة حلو. نبدأ البروجكت. طب أنا دلوقتي محتاج هنا إني أنزل الباك جراوند إيمج تمام، أو قبل ما أنزل الباك جراوند إيمج تعالوا الأول نشوف شكل السوليد دي. لو عملنا سيلكت على التايم لاين ورحنا لاير نيو سوليد في كاميرا نل، كل الكلام ده هنتعامل معاه، بس انا عايز اتكلم على نيو سوليد. كنترول واي نيو سوليد، اسم السوليد تمام، سميها زي ما انت عايز. طبعا الويتس والهايت بتاعها برضو زي ما انت عايز، بس افرض انت لقيت ان دي عندك اي حاجه يعني وعايز تعملها نفس الحجم بتاع الكومبوزيشن بتاعك قول له ميك كوم سايز. الكالر انت حر في الكالر اللي انت عايزه وما قايله اوكي تمام. كده احنا نزلنا سوليد، لو جينا عملنا كده هحرك السوليد. بس بما اننا نزلنا سوليد، اي حاجه بتنزل في التايم لاين بيبقى فيها مجموعه خواص. ايه هي مجموعه الخواص دي؟ يعني زي انا بتحكم في المكان بتاعها، الروتيشن بتاعها، السكيل، الاوباستي. ايه اللي انا قلته ده؟ البوزيشن اللي هو المكان، الروتيشن الدوران، الكلام ده كله افتكر ان هو شارح نفسه. الاوباستي الشفافيه، السكيل الحجم تمام. فانا هاجي هنا وافتح الترينجل ده
في ترانسفورم هلاقي الانكر بوينت اللي هي دي. نقطة الارتكاز. ونقطة الارتكاز دي او نقطة المركز دي هي النقطة اللي بيتم منها الروتيشن وبيتم منها السكيل. بمعنى اولا عشان تحرك النقطة دي من مكان لمكان ما ينفعش تمسكها كده وتحرك كده. انت كده حركت السوليد كلها كنترول زي. لكن عشان احرك دي هقوم رايح هنا للأداة دي اسمها البان بيهايند تول. بان بيهايند تول نحفظ اسم الأداة. تمام؟ البان بيهايند تول. ما تجيش تقول يا باشمهندس انا باخد البتاعة اللي على الشمال من فوق. خلاص؟ ماشي. او تيجي تقول انا عايز احرك النقطة اللي في نص اللاير اشتغل بانهي أداة؟ استحالة هتلاقيني بقول لك روح خد خامس أداة فوق من على الشمال. تمام؟ المهم هكليك البان بيهايند تول وامسك الانكر بوينت اهي، هي دي بتتحرك لوحدها، واقوم رايح مثلا واخدها. تمام؟ طب انا لما خدت الانكر بوينت هنا وانا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انت لو جيت على الروتيشن وجيت على الديجري وعملت كده بقى بتلف من هنا. كنترول زد. طب انا عايز ارجع دي لمكانها في النص تاني. روح على الانكر بوينت اهو، رايت كليك، ريسيت. بس لو خدت بالك البوزيشن اتحرك، يبقى زي ما عملنا ريسيت للانكر بوينت هنيجي على البوزيشن واقول له ريسيت للبوزيشن. اصبح كده الانكر بوينت والبوزيشن الاثنين رجعوا زي ما كان. الفرق بين ريسيت بين كليك يمين وبين ريسيت دي ان ريسيت دي بتعمل ريسيت لكل البارامترز كده. الاوباسيتي زي ما احنا شايفين اللي هي الشفافيه، السكيل زي ما احنا شايفين اللي هي الحجم، والسكيل هنا مقفول بكونسترين بروبورشنز يعني قافل اكس مع واي. لو شلت دي هشتغل على اكس لوحده او واي لوحده. تمام؟ فانا بقفل الكونسترين بروبورشنز. تمام؟ اللي هي عامله شبه السلسله او شبه التشين دي. بس هي دي البارامترز اللي مع اي اوبجكت. لو لاحظنا هنلاقي قدام كل بارامتر الايكون دي. الايكون دي بنسميها الستوب ووتش. الستوب ووتش معناها ان انا ان البارامتر ده كي فريمابل. يعني ايه كي فريمابل؟ يعني اقدر ان انا احط له كي فريمز فاعمل له انيميشن. لو لقيت بارامتر ما قداموش الستوب ووتش اعرف ان هو ما ينفعش يتعمل له انيميشن. تمام؟ او ما ينفعش ان انا احط له كي فريم، فبالتالي مش هينفع ان انا اعمل له انيميت. دي الحاجات دي هي اللي بتظهر في اي لاير بتنزل هنا. طبعا انا عندي هنا شويه حاجات. لو انا عملت على فكره كنترول دي بعمل دبل كيت، كنترول دي تاني هعمل دبل كيت تاني، كنترول دي 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 دي، يعني تفضل شغال دي 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 دي, دي, دي لغايه ما تملى التايم لاين ده. انا عملت كل الدبل كيتس دي ليه؟ علشان اتكلم في شويه الحاجات دول. اولا ايه الذكاء اللي انا فيه؟ هغير الالوان، هكليك على السوليد واروح للاير واقول له سوليد سيتنجز او كنترول شيفت مع واي، كليك غير الكالر مثلا. تمام؟ هيقول لي البنك ما ظهرش ليه؟ لان البرتقالي فوق. ماشي. تمام. لو انا طبعا شلت ده العين خلاص بيخفي ويظهر. الزرار ده اسمه سولو. يعني ايه سولو؟ افرض انا قلت لك انا عايز ابص على اللاير اللي هي السيان دي، هتقول لي طب يا باشمهندس ما زي الفل، ادي 1 2 3 ادي السيان. اقول لك طب وليه تخفي 3 لاير او 3 لاير؟ ما تيجي عند السيان هتقول له سولو. لو خدت بالك هو عمل ايه؟ عمل زي دول زي جراي كده. تمام؟ اللي هم موجودين بس هي دي، هو اللي بيوريك دي، بعد كده رجعها تاني. اذا سولو دي يعني حلاوتها ان انت لو في لير في النص انت عايز تشوفها مش لازم اخفي 3 4 5 ليرات قبلها، لا انت هتروح عليه تقوم عامل له سولو. تمام؟
عندك اظن ده واضح يعني كده. بعد كده مفيش كليكات على دول. نفس القصة ده الكالر كود، وهنا اهم من هنا، لان انا هنا ممكن يبقى عندي 30 40 لير، وال 30 40 لير ممكن مثلا فيهم خمسة بيمثلوا الباك جراوند مثلا يعني، فانا عايز اسلكتهم مرة واحدة، فبدل ما اقعد اروح فوق وتحت وطالع ونازل، انت ممكن تديهم كلهم كالر كود واحد خلاص. المهم هما دول شوية الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عليهم قبل مبدأ البروجكت. ايه اللي عايز اتكلم عليه تاني؟ خليه واحنا شغال، او الاحسن تعالوا ناخد فكرة عنه على طول. هشيل دول تمام، وهروح اعمل لير، خلي بالك انا على نفس الكومب، لير نيو سوليد، او كليك يمين هنا بقى طالما في كومب، ممكن اعمل رايت كليك وزي ما احنا شايفين نيو سوليد. السوليد دي انا هعملها، هقسم دي على 4 وهقسم دي برضو على 4 كده مثلا، وبعد كده هعمل اوكي. هلاقيها بالمنظر ده، او كنترول زد كنترول واي ماشي. هقول له 540 على 8 وما إلى اوكي. حلو، حاجة كده. انا عايز اللاير دي هعمل كنترول دي، واللاير دي هقوم جاي رايح لللاير سوليد سيتنج، وهخلي الهايت ده كبير شوية، والسوليد دي لونها غيرنا. هاخد دي هنا، والاتنين دول هاخدهم يبقوا في النص مثلا. السوليد دي هضغط انتر وهسميها بلو، والسوليد دي انتر وهسميها جرين. لو انا هخفي الجرين مؤقتا وعايز اشتغل على البلو، في البلو انا ممكن الهاندلز اللي قدامي دي انا ممكن اعمل منها سكيل تمام زي ما انا عايز. افرض بقى انا عايز احرك السوليد دي، بما اني احرك يبقى انا كده هشتغل مع الكي فريمز، ودي يفضل ان احنا ناخدها كلها في محاضره واحده وما نفصلهاش، عشان كده اشوفكم في المحاضره اللي جايه.